وأتمنى أن تكونوا دائما هكا، لأنها طاقة جميلة، يعني لا تستسلم أبدا، دائما ترى الأشياء بطريقة، يعني بطريقة كما لو كانت الحياة لعبة، هكذا يراها عزيزي برج الجوزاء. هم ناس يعني تخي سبيسيال، برج الجوزاء يعني عندهم واحد الطاقة تخي دو جوا، عندهم لينيرجي دو جوا توجور، دائما يعني ديما البهجة في قلوبهم وفي الروح وفي الوجه، وديما ديما كيضحكوا. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا انا كنهضر على البهجة والفرحة، وانظروا الكارت ماذا تقول؟ ما سبحان الله، أنا أتكلم والكارت كتجيبني كما لو أني أنا أتكلم والكارت تتكلم معي في نفس الوقت. ماذا قلت لكم عن برج الجوزاء؟ أنهم حتى في المراحل الصعبة، شوفوا مراحل صعبة، لكن هو دائما يكون يتفهم الوضع ويرضى بالوضع ولا يقاوم، فلو يعني لا يقاوم، يعني بحال الماء، هذا دائما كنقول لكم بحال الماء ديال الواد، كاين يعني تدفق بسلاسة وبسلام وبراحة، لا يقاوم ما في طريقه. وماذا يحدث؟ شوفوا الأفراح، واخا نواصل. الكارت عجيب، عجيبة عجيبة. من جديد الله، هي نفس الكارت، عندكم أفراح في هذا، غادي تفرحوا ليا بزاف هذا العام إن شاء الله. الله الله الله، غادي تفرحوا ليا بزاف عزيزي برج الجوزاء. ينتهي كل ما هو، ما سبب لك الدموع وما سبب لك، غادي سيرحل، سيرحل إن شاء الله. هذا العام سيختفي كل ما سبب لك المعاناة والدموع والحزن، سيختفي سيختفي، لأن هناك بدايات عجيبة وجميلة ومفرحة وسعيدة، سعيدة بزاف. لتبقى دائما هذه البهجة عزيزي برج الجوزاء. الله، عندكم جوج بدايات مهمتين هذا العام، بدايتين في طرف، يعني قد يكون في المجال، دابا غادي نشرح لكم في المجال المادي والعملي وفي المجال العاطفي. الله الله الله، هناك تغييرات مهمة 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 بزاف. عجيبة، ما عندي ما نقول لكم، عجيبة، قراءات يعني واضحة واضحة واضحة، وضوح الشمس التي غادي نحط هذه. أنت عزيزي برج الجوزاء هذا العام إن شاء الله، هذا العام كما قلت أنت، هذه كل هذه الطاقة الإيجابية وطاقة الفرح والبهجة ستنمو، ليس فقط ستنمو، ستتضاعف، واخا، لأنك أنت عزيزي برج الجوزاء أنتم ملوك الإيجابية، عندكم صفات رائعة، إضافة إلى أنكم واثقون من أنفسكم، كذلك لك عندك واحد، عندك طاقة البراءة، براءة الأطفال، أنت مثل طفلة لكن كبيرة، طفلة كبيرة، يعني ما زلت تحتفظين بهذه البراءة، براءة الطفولة ديالك، واخا.
اخ، 1 2 3 4، واو، 5 و6. واخا عزيزي برج الجوزاء، انت هذا العام ستكون ستفتح عقلك، واخا عقلك منفتح، ستبتسم قبل ان تفتح عينيك، اراء ايجابية عالية، واخا طاقة جميلة بزاف، طاقة كذلك بريئة، لأنك ترى الخير في الناس. فيما يخص الحالة، أرى هنا قبل ما نكمل، أرى هنا تحسن، تحسن يعني كل الأوضاع ديالك ستتحسن، ستكون يعني أفضل، وخا ستتحسن، هناك تحسن ملحوظ، وخا مهم، تحسن كبير في حياتك المادية والعاطفية بجوج بهم، وأنا قلت ذلك في البداية لأني أرى بداية من جهة وبداية أخرى من جهة أخرى. وخا أنت عزيزي برج الجوزاء، أراك ذكي، ذكي وتعرف كيف تسير أمورك بطريقة عجيبة، وخا أراك ذكي 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 بزاف هذا العام 2020، وأنت عزيزي بفضل هذا الذكاء الجميل وبفضل هذه البراءة وهذه الإيجابية وهذه البهجة التي تميزك، فأنت ستكون لك قدرة سحرية، قدرة الساحر أو الساحرة، وخا لك قدرة تحويل الفحم إلى ذهب، تحويل البنزين إلى عسل، شوفوا ما في يدكم، يعني هذه الطاقة القوية التي في يدك. هذا العام حياتك ألخصها في كلمتين، من جيد إلى عظيم، يعني أنت غادي تمشي من أفضل لأفضل وأحسن وأحسن، تفهمون يعني من جيد أن أراك يعني مزيان، لكن أحوالك ستكون أفضل بكثير من جيد. ربما هذا سيكون عنوان القراءة لعزيز برج الجوزاء، من جيد لأعظم، واخا احفظوا لي هذه الكلمتين أرجوك. حياتك هذا العام 2020 ستكون من جيد، وجيد كلمة جميلة، جميلة وإيجابية بزاف، إلى أعظم يعني أفضل بكثير من جيد، واخا اكتبوا لي هذا الكتاب، هذه الكلمتين، من جيد إلى أعظم أرجوكم، واخا اعتبروها رسالة من إيمان، واخا من أختكم إيمان. في المجال المادي والمهني، البعض منكم في عنده عمل أو في عمله أو في مشروع، وهذا بفضل هذا العمل سيجني أرباح طائلة، واخا البعض الآخر سينتقل إلى عمل آخر أو سيقوم بمشروع آخر جديد، وكذلك أرباحه ستكون عالية، واخا هذا العام عزيزي برج الجوزاء تصعد سلم النجاح، كان مهني أو دراسي أو في كل شيء، هناك نجاح مهم جدا هذا العام، واخا بحال السلم غادي تطلع، غادي تطلع بطريقة سحرية هكا، واخا يعني من جيد، أنت يعني بحالة جيدة والحمد لله، لاباس عليك بخير، مي لا يعني الأحوال ديالك غادي تكون أفضل أفضل وأفضل، فهمتوني ياك؟ أراك متحمس وطموح ومنضبط في العمل، لذلك هذا الصعود السريع، واخا بالنسبة للعاطفة عزيزي برج الجوزاء، أنت تعيش حب جميل، هناك حب جميل، هناك يعني بعض التي لا لن أركز في هذه الأشياء، بل سأتكلم عن هذا الحب الذي أراه حب تري تري غران، قوي، واخا قبل أن أنسى، الطاقة التي أراها طاقة نارية نارية نارية، لأنها هي التي تهيمن برج الأسد، الحمل والقوس، و ترابية كذلك، ترابية عذراء، عذراء نعم، ثور وجدي و التي وهوائية،
المهيمنة هي النارية واخا، لكن الهوائية والترابية كذلك موجودة واخا. نارية المهيمنة أسد قوس وحمل، ترابية عذراء جدي وثور، وهوائية ميزان دلو و ميزان دلو و نسيت ميزان دلو وجوزاء. جوزاء بحالك أنتم واخا. نواصل. أنت تعيش علاقة حب، مهما كان، كان الحب كان الحبيب معك أو بعيد، لكنها علاقة. فما دام هناك حب، الحبيب يحبك، هذا ليس ما عنديش شك واخا، لأن هذا تتكلم عن حب، ليس فقط ليس حب عادي. دابا غادي نوصف لكم هذا الحب الجميل، لذلك هذه الفرحة التي دائما في قلبك وروحك، لأنه توأم الروح. حبيبتي وحبيبي، لأنك تعيش علاقة حب مع توأم روحك، مهما كان بعيد أو قريب واخا. هذا حب قوي، لكن مع إنسان نرجسي شوية. نرجسي يعني يحب نفسه كثيرا، نارسيسيك، عنده هذا الإيجو ديالو منتفخ واخا، يعني يعني الذات، الأنا ديالو منتفخة أو مرتفعة. لكنك أنت عزيزي مهم جدا جدا في حياته، صدقيني، لكنه هو لا يعرف ذلك، لا غير ناضج. وأراه هو هذا الحبيب النرجسي، لماذا هو نرجسي؟ هو في الحقيقة ضعيف، ضعيف وليس لديه ثقة بالنفس، وإنسان طيب، هذا يجب أن تعرفيه، رغم أنه نرجسي ويتصرف بطريقة غير ناضجة وطفولية وصبيانية، هو قلبه قلب من ذهب. هذا شخص نبيل، قد يكون برجه ناري أو هوائي أو ترابي، قلبه نبيل بزاف. هذا إنسان جميل، لكنه غير ناضج، عنده مشكلة. النرجسية هي مشكلة واخا، لكن الناس تتغير. هذا الحبيب يحتاج إليك، يحتاج إليك وكثيرا، لكنه ليس واعي بمشكلته. هذا يعني سوبرفيسيال، شوية مادي وسطحي، يفكر فقط في الأشياء الدنيوية للأسف الشديد. لكن ليس للأسف، لا يجب أن نتأسف، بالعكس، هذا الحبيب تجربة، هذا الحبيب درس لك ولنفسه كذلك وأنت كذلك. نحن نتكلم عن توأم الروح، واخا أنت تكمله هو يكمله، لذلك هذا شوية التناقض. أنا أراك أنت حبيبتي، خاصة النساء في هذه القراءة، النرجسي هو الرجل، كنت أنت رجل أو امرأة، من يستمع لهذا، فالطاقة الذكرية هي النرجسية، والطاقة الروحانية هي المرأة، واخا. أنت عزيزي برج الجوزاء، إذا كنت يعني الجانب الروحاني هي المرأة، إذا كنت امرأة جوزاء فأنت يعني روحانيتك أعلى، لكن الحبيب سطحي شوية ومادي ودنيوي لذلك، لكنه حبيبك، حبيبك توأم الروح. هذا العام عزيزي برج الجوزاء أنت غادي تربي هذا الحبيب، ستقوم بتربيته، هذا الحبيب النرجسي الذي يحب السيطرة، لكن أنت ستقول ستوب، انتهينا واخا. لماذا؟ لأن هذه القصة نهايتها نهاية سعيدة. شوفوا كيفاش غادي يجي هذا كيجري واخا. هذه القصة حبيبتي هي قصة نهايتها سعيدة. أراك، أنا يعني غادي سأتكلم عن خاتمة هذه القصة، لأن هي الطاقة المهيمنة هي السعادة. لماذا هذه السعادة؟ لأن حياتك في الآخر مع هذا الحبيب ستكون جميلة، نهاية سعيدة مليئة بالعصافير التي تغرد والنور، واخا هذه هي، وأنتما معا في نفس الطريق، واخا هذه هي النهاية ديالكم، نهاية سعيدة. كما قلت، نهاية سعيدة، والطيور في تحلق، والنهاية وردية، والفراشات تحلق في السماء وتلون فضاءكم السعيد. هذا ما سيحدث لك هذا العام، واخا.
لكن لكي يحدث هذا العام، أنت أراك مش تتجاهلين، بل راضية بالقدر، لا تقاومين يعني هذا الحبيب، راضية بالقدر، وخا أنت يا هكا يعني أنت هكذا، وخا أنا أرضى بالقدر. أراك ذكية عزيزتي في معاملتك مع هذا الحبيب، هذا ما أريد أن أوصله إليك. هذا العام واخا أنت غادي تربي هذا الحبيب، غادي تربي هذا الحبيب واخا بطريقة ذكية وحكيمة، واخا رغم حبك الكبير أنت لن تهتمي بهذا الحبيب، لا ربما الآن أنت الآن لا تهتمين بهذا الحبيب، و ليس نسيتي فأنت تحب فهو توأم الروح، لكن الآن أنت كيفاش نشرح لكم، أنت الآن هذا الحبيب ليس محور حياتك، واخا أنت نسيت أنه موجود فوق سطح الأرض، لكنه موجود في قلبك، واخا تفهمونني. أرى أن ببرودة أعصاب وبذكاء كبير تتصرف مع هذا الحبيب لكي يتغير وينضج ويصبح، لأني كما قلت الكلمتين حبيبتي حبيبتي، لا يعني لا تتكلم عن حياتك وكذلك عن هذا الحبيب، لأن هذا الحبيب جزء مهم من حياتك، من أفضل إلى عظيم. ماذا قلت في البداية؟ من أفضل إلى عظيم، ياك، أو من جيد إلى عظيم. فهذا الحبيب كذلك هو جميل، هذا الشخص جميل لكنه غير ناضج، هو طيب طيب طيب، عنده قلب ديال تخي نوبل، يعني نبيل نبيل بزاف، قلب من ذهب، لكنه صبياني شوية ونرجسي، وعليه أن ينضج روحيا، وهذا ما سيحدث هذا العام بفضل ذكائك وحكمتك. واخا ليس هناك، لن تغير هذا الحبيب بالشجار وبالغضب بالدباز، لا، بل بالحكمة، تتجاهله بطريقة بالفن، غير بالفن كما كنقولوا في المغرب، غير بالفن، واخا بالفن يعني بحكمة، تفهمون؟ قراءة غريبة لكن فيها حب جميل جميل بزاف. إذن إضافة إلى هذه الحكمة وهذا الذكاء، أنت هذا العام تطلب من رب العالمين، تطلب كثيرا من رب العالمين لأن يكون هذا الحبيب واعي بمشكلته، وأراك قوي، أراك قوية وقريبة من الله بزاف.